إذن ما زلنا نترقب. إذن يمكن أن يخرج الطفل ريان بإذن الله ما بين لحظة وأخرى. ألخص ما قاله مختار العبلاوي، سيارة الإنعاش عادت إلى الوراء باتجاه فتحة النفق العرضي الذي يؤدي إلى البئر التي سقط فيها الطفل ريان، تمهيدا أو استعدادا لخروجه في أي لحظة. هذه السيارات موجودة منذ مدة، وأيضا هنالك سيارتان، سيارة للإنعاش وسيارة إسعاف عادية. سيارة الإنعاش الآن هي التي دخلت عند مدخل النفق، تلحقها السيارة الأخرى. طبعا التكبيرات مستمرة من الحشود الموجودة هناك. هذه البئر التي سقط فيها في شفشاون. مختار العبلاوي، هنالك حركة الآن من رجال بزي، أتمنى أن يكونوا يحملون معهم الطفل ريان، لكن لا ندري ما الذي يجري. مختار العبلاوي، هذه الحركة الآن هل هي مختلفة عن ما كنا نشاهده من قبل؟ إذن خرج طفل ريان من النفق بعد 5 أيام من سقوطه في البئر بضواحي شفشاون. خرج طفل ريان الآن من هذا النفق، حملته سيارة الإسعاف ورحلت بعد 5 أيام من الحفر والترقب والانتظار. الطفل ريان خارج البئر، الطفل ريان خرج من البئر وهو الآن في سيارة الإسعاف التي تنقله ربما إلى أحد المستشفيات القريبة أو إلى مستشفى جامعي في الرباط أو الدار البيضاء. مشاهدينا، بعد 5 أيام من سقوطه في البئر بضواحي شفشاون في شمال المغرب، الطفل ريان داخل سيارة الإسعاف الآن وليس في النفق وليس في البئر. ريان خرج من البئر بعد 5 أيام من سقوطه فيها. 5 أيام مرت صعبة على عائلته، على عائلته الكبيرة في المغرب، على كل من تابعوا هذه المحنة التي نحمد الله أنها انتهت، وإن شاء الله يكونوا بصحة.